كنحيي لارا شافو على هاد التغطية وعلى دعمه المستمر لجميع التظاهرات الثقافية. أنا شخصيا أنا وليت من مدينة عرائش، وخا أنا من مدينة القنيطرة، لأن دائما تدعموني وكتوقفوا في جميع التظاهرات الفنية والثقافية اللي كاينة. اليوم حنا جينا لعرائش كان نشاركوا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة بدعم وتنظيم المركز الثقافي عرائش. وكان هذه المناسبة كنبغي نشكر الأستاذ أحمد الشرقي اللي وجه لنا الدعوة، وكانت اليوم تصادف هذا الاحتفال باليوم بتوقيع الروائية سعاد حمو، الرواية الأولى ديالها وهي رواية البكر. بالنسبة للجوق، الجوق هو من مدينة القنيطرة، وهو البذرة الأولى اللي تحدثات ما كانش تحدثات اللي بدات عطات الكوكل ديالها، لأن حنا كنعرفوا مدينة القنيطرة هي مدينة تشتهر بمولود ثقافي آخر اللي هو فن الهيت، بينما الملحون كان شوية بعيد، رغم أن حنا عندنا جذور يعني في الملحون المنطقة ديال بني مليك اللي هو الشاعر ديال قصيدة فاطمة. والحمد لله هذه البذرة عطات الأكل ديالها وتمرات وعطات جوق جميل جدا. اليوم كنا في احتفالا باليوم العالمي، كنتمنى مشاركتنا تكون نعم بالإضافة إلى ذلك كانت الديو، يعني الديو شفنا في الملحون الديو ديالك مع الفنانة تقدمنا السمية ديالها والمشاركة ديالها، أول مرة شفنا التعاون ديالك مع من طالبات ديالي شيماء نصيلة، وهي أصبحت فنانة، كانت منذ الصغر تربات في الجمعية وكبرات وتزوجات وولدات، وهي باقا معنا في الجمعية فنانة بحق زعما بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عشقها للملحون وولعها خلاها على أنها تساير المسيرة. الحمد لله احنا شبابنا، وكتشوف لأن الفرقة فيها من الشيوخ إلى الشباب، أو من الشباب إلى الشيوخ، الهرم الاجتماعي أو السن المتراوحة ما بين أصغر سن وصغر، يعني السيدة مصيرة ديال الثقافية مازال مستمرة إن شاء الله. الحمد لله والنبتة مازال مستمرة، قلت لكم وهذوما اللي كيحملوا المشعل، وهو حاجة اللي كتفرحنا بأن كاين الجيل اللي كيحمل المشعل بتراثه وبتراث بلاده، وهذا نفتخر به جدا وحنا سعداء به. نعم، والملحون يعني هو يعني الاصل ديال الزجل المغربي اللي تطور دابا، ولا الزجل النبنتيه من الملحون اللي هو القصيد اللي معروفه يعني بهذا اللي تطورت دابا، ولا شيء على الزجل. نعم، يعني العلاقه ديال الملحون مع الزجل هو علاقه وطيده، لان ما نقدروش نفرقوا الملحون على الزجل، لانه هو الملحون زجل، وفاش ارتبطت به الموسيقى اصبح فن موسيقي، لانه اولو تنقولوا حنا الملحون كلامته فراجته في كلامه، وهذا الكلام ديالو هو الزجل المنطوق من فترات القرون مضت الى الان، هو كلام موزون، كلام شعراء اللي خلاو. نعم، لاحظنا من خلال هذا الحفل الفني غنيتو مجموعه ديال القصائد المعروفه مشهوره في الملحون، فاطمه شمعة، واحد المجموعه ديال القصائد اللي هي اضافه القصائد ديالكم، القصائد ديالكم شنو يمكن تكون على الابداعات والتجديد ديالكم الفني في مجال هو غنينا اليوم قصيده من جديده من نظم الاستاذ رشيد الحكيم، وهذا من الشعراء يعني المعاصرين اللي كنفتخر هو استاذي، وكنوجه ليه تحيه من هذا المنبر، لان ما قدم في القديم باقي لحد الان، ولكن نحتاج الى التجديد في المواضيع، نحتاج الى التجديد في مجموعه الاشياء. كما سمعتوا في القصيده راه المراه ولات وزيره، من شحال هذه راه ما كانتش المراه وزيره، كانت مراه سيطره. نعم، وكيفاش يمكن نكون على التوأمات الثقافيه اللي كاينه ما بين الغرب منطقه شقين القنيطره اللي حنا جوار، وهذه العلاقه الثقافيه اللي خصها تتوطد يعني ما بين القنيطره والعرائش، التوأم. توفضت منذ اول مره، اول مشاركه لي في هذه المدينه جميلة جدا، أول مرة جينا كجوق تنحيو مهرجان الزجل الحفل الختامي. منذ أن جيت لهذه المدينة
ما بقيتش بعدت عليها، لان اشتغلت هنا في المعهد الموسيقي وطالبات ديالي صديقاتي والسيده المدير. انا عايش اخت قنيطره، لان منطقه الرطبه، لاحظوا انا يمكن كاين واحد الخصوصيه متميزه بالفعل. يعني واحد المشترك بيناتهم من ناحيه البيئه ومن ناحيه الجو ومن ناحيه حتى المناطق الرطبه الى اخره، مشترك ديال البيئه وشكلها، ولكن العامل المشترك هو المحبه والثقافه، الثقافه المشتركه ما بين انا تجيني مدينه العرائش رغم صغرها مليئه بالمبدعين، مليئه بالمثقفين من العيار الثقيل، وكنوجه لهم التحيه لانهم فعلا قدرتوا تانيمي مدينه صغيره اللي باش كتولي اسمها كيتداول ما بين اسماء المدن الاخرى. تبارك نعم. الله عليكم. شكرا فاطمه حداد. شكرا لك. لك التوفيق ان شاء الله. بارك الله. شكرا بارك الله. الله يرضي عليك. المهم خضرات ندير لك انا شي صور.